صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الجمعة 26 أيار. وقع الأسعار قبل وصول شهر رمضان. جلسة حوارية مع نزار شقير بالجامعة العربية ببيروت، ومحطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج ومجموعة من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو الأب جوزيف ضو، لنحكي معه عن كتابه اختيار الشريك المناسب أو المناسبة والزواج السعيد. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية الحلقة مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ وسام أبو خشفة معنا على الخط لنطلع معه أكثر على تفاصيل طقس نهاية الأسبوع وكيف رح بيكون معنا خلال الويك إند. أستاذ وسام صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل بالتفاصيل عن طقس اليوم بداية. هلأ اليوم بعد شوي هيك الطقس بارد خاصة بالمناطق الجبلية فترة الصبح. نعم. هلأ ناطرين ابتداء من صباح بكرة طقس دافئ مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، ويكند حلو. اوكي. إذا بالتفاصيل اليوم طقسنا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وفي عنا ضباب على المرتفعات المتوسطة. بكرة طقسنا بيكون صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. نعم. وبتنشط الرياح خاصة بالمناطق الجنوبية. هذا الطقس بكفي معنا للحد كمان. اوكي. بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل تتراوح من لليوم بين 15 و 26 درجة، فوق جبال من 8 ل 20، بالأرز من 5 ل 16، وبالبقع من 10 ل 27. نعم. الهواء عم بيكون شمالي غربي بيتحول لجنوبي غربي، سرعته بين 10 و 30 كم/ساعة. الانكشاع متوسط، الرطوبة على الساحل بين 60 و 80%، البحر نعم. معتدل، وأخيرا ضغط الجوي 760 ملم. نعم، نحن متشكرك على وقتك أستاذ وسام، نتمنى لك ويك أند حلو. لا لكم. أهلا فيك. رح ننتقل هلا عن جوال. الصحف غايبة بس أكيد في مجموعة من التقارير ناطرتنا. صباح الخير جوال. صباح الخير بيارات، منحيي كمان المشاهدين اللي عم بيتابعونا. اليوم الصحف بتحتجب عن الصدور بذكرى المقاومه والتحرير يلي صادف امبارح، مشان هيك رح نبدا مباشره بتقاريرنا. واول تقرير من كنيسه مارلياس انطلياس، ضمن اطار مهرجان لبنان العالمي للكورال يلي بتنظمه جمعيه اديان، اجتمعت ثلاث فرق موسيقيه من المغرب، ارمينيا ومن لبنان مع كورال الفيحاء ليقدموا امسيه غنائيه تحت عنوان بيروت تغني التنوع. تفاصيلها بهالتقرير. من لبنان إلى المغرب وأرمينيا، بيروت تغني التنوع، التنوع الموسيقي الطائفي والديني. فضمن إطار مهرجان لبنان العالمي للكورال، نظمت جمعية أديان حفل جمع الفن والإنسانية. البعد العالمي للتنوع، عم نقول انه التنوع اليوم مصدر غنى مش مصدر للخلافات، التنوع هو قيمه مضافه على حياتنا، مش مصدر للعنف او مصدر للتطرف. التنوع مجروح ومشان هيك بده علاج، بده بلسمه، وبعتقد الغنى الصوت الحلو الموسيقى الحلوه تمجيد الله هو بيقدر يمكن يداوي جراح التنوع، وخاصه انه نحن عم نقدم هذا الشيء للعراق. التنوع هو اجمل واقوى طريقه حتى نفهم الوحده. إلى كنيسة مارلياس بأنطلياس توجهت ثلاث جوقات فنية من المغرب وأرمينيا وفرقة كورال الفيحاء من لبنان، بأصوات تشاركوا الفرح وغنوا بلغة الحوار الفني. موسيقى
الأبطال مجرد ما يتمرنوا ويصنعوا فن سوا، يصنعوا نجاح سوا، حيحبوا بعض، حيتعاملوا مع بعض شو ما يكون دينه. نحن ما بنفكر انه بالاختلاف اللي بيناتنا اذا كان ديني او طائفي او عقائدي او اي شيء، ما بنفكر لما بنكون عم نغني سوا. فن الكورال هو يعني احسن فن للتقارب، يعني في خاصيته تلاقي أصوات مختلفة. الانفتاح على الثقافات العالم كامل. هي لغة التواصل بين القلوب، قلوب الناس أينما كانوا، في أي مكان، في أي زمان. توحد الأديان والطوائف بلبنان بيحتاج لمبادرات قائمة على الوعي والثقافة. وقت يصير في ثقافة مشتركة بين كل الطوائف ويوصل المساج، بيوصل عبر الموسيقى، بيوصل عبر الحياة الاجتماعية، بيوصل عبر المحبة. هيدي الأديان، كلنا قلوب واحدة بمليارات الأشكال. نحن ما لازم نكون أقوى، نحارب بالطريقة الإيجابية، إنه المفروض نكسر هالشيء هيدا ويكون تنوعنا تنوع سياسي، تنوع فكري، تنوع اجتماعي. التنوع بيصير عبر كتير شغلات ثقافية، الموسيقى جزء من هالشغلات الثقافية. كل شيء بيجمع، إن كان فن، موسيقى، شغل، اجتماعيات، كله بينفع. I think that's very important to say that we should give space for everybody in this world, and we should talk to each other, and we should not fight each other. منتابع بيوند وولز، هو عنوان معرض رسم للفنان التشكيلي شوقي شمعون بصالة عرض مارك هاشم ومستمر لغاية 3 حزيران. بياخذنا الفنان شوقي شمعون برحلة إلى اللانهاية بعالم من الألوان والخيال وبلوحات بتجسد الجمال والحياة بصورة تجريدية. تقرير. الفن التجريدي ومشهدية الطبيعة اللبنانية السائدة بكل لوحاته، واللي ما يزيد أسلوبه بالرسم لحقبة جديدة بفنه، حقبة حديثة ركز من خلال الفنان التشكيلي اللبناني العالمي شوقي شمعون على اللون وعلى المادة. فركز اهتمامه هالمرة على مزج الألوان الصافية بين بعضها وعلى الارتجال بالرسم، ألوان تعكس صفاء روح الفنان وتصالحه مع ذاته ومع لوحاته. فانتقل من مرحلة إلى مرحلة لتكون النتيجة لوحات ضخمة وهائلة مثيرة تبعث بالحياة والطاقة الإيجابية بمعرض شوقي شمعون الجديد Beyond Walls أو ما بعد الجدران. بحث جديد كل يوم بالمادة بحد ذاتها، إمكانياتها على صعيد سمكتها، على صعيد شفافيتها، على صعيد لونيتها، تمزجها مع بعضها، لأنه كل مجموعة لونية تعطيك انفعالات تختلف كلياً عن مجموعات لونية تانية. أول مرة بيطلع بهالطريقة هاي بالألوان الحلوة والقياس، يعني من 5 بطورة 6 بطورة قدام فن شوقي شمعون ما فينا إلا نحن. أول شيء للمجهود الكبير اللي عمله بحياته بسبيل الفن والنضال الكبير، ثاني شيء للكاليتي والتقدم الدائم والمستمر بأعماله. في خطوة كتير متقدمة لقدام، إن كان من ناحية المواضيع، إن كان من ناحية التقنية، من ناحية الألوان، من ناحية التأليف. شوقي فنان مميز كان بصراحة. كيف
كل مرة بلاقي بشوقي شيء ما بتوقعه، دايما في خلق، دايما في شيء اشياء جديدة رائعة شوقي حقيقة. معرض بيوند وولز اللي بجسد الجمال، الأشخاص والحياة، بيدعي للتفاؤل والتأمل باللوحات والسفر من خلالها بالمخيلة إلى ما وراء الجدران، إلى اللانهاية، إلى عدم المعرفة والمجهول، إلى عالم شوقي شمعون ومخيلته الواسعة، إلى معرض انطلق بصالة عرض مارك هاشم بمنطقة الساركو ومستمر لغاية 3 حزيران. من أهم الفنانين اللبنانيين اللي رفعوا شأن الإنتاج الفن اللبناني. بشتغل على الطبقات، على مواضيع يعني بتخصه هو بيعيشها، بيعيش مع المجتمع. وأنا سعيد كتير بهالجاليري إني أشوف كل هالحيطان جيانت شبر مغطيين بلوحاته، شي بياخد العقل. في ناس بيناتنا عايشة ما فيها حياة، بينما المعرض هون أعطى حياة للحائط وللإنسان أمامته. ورأيي منه كتير مهم أمام العمالقة بالفن، والأستاذ شوقي واحد منهم، والله يعطيه العافية.